تحية محمد أبو النصر المنسق الجبهة الاجتماعية. جينا اليوم باش نحيي الذكرى 13 ديال حركة 20 فبراير في ظروف اللي هي نفس الظروف يمكن أقصى الظروف اللي كنعيشوها حاليا، أقصى من الظروف اللي عشناها في 20 فبراير، واللي كتميز تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الخدمات العمومية صحة تعليم سكن، كذلك ظروف اللي كتعرف تدهور كبير ديال الحقوق المدنية والسياسية واللي كتميز بتضييق على الحريات والقامة والاعتقال التعسفي وتلفيق التهام، واحد العدد ديال الانتهاكات ديال حقوق الانسان من طرف الدولة المغربية، واللي الهدف ديالها هو اخماد الصوت ديال الكادحين والصوت ديال الشرفاء ديال هذه البلاد. جينا كذلك اليوم باش نسجلوا التضامن ديالنا مع ساكنة فيكيك ونطلبوا اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، سواء معتقلي الريف ولا معتقلي الصحفيين الريسوني وعمر الراديو الريسوني. جينا كذلك باش نطالبوا بوقف المتابعات في حق المناضلين الشرفاء واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين اللي في المغرب. جينا كذلك اليوم باش ندينوا الهجوم المخزاني على الشعب المغربي وعلى مساكنة المغرب، واللي كيتميز اليوم بالضرب ديال حتى الحق في السكن. هذا الشيء المسلسل ديال الترياب وديال تشريد عائلات بكاملها، هذا المسلسل هذا اللي تنرفضوه وتنطالبوا باش يتوقف هذا الشيء. جينا كذلك باش نعبر التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنه ديالو، في هذه الحمله ديال التقتيل وديال ديال ديال الى نقولوا ديال لا 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 الجينوسيد ولا القتل العنصري ديال الكيان الصهيوني. شكرا. اكثر ضرب المكتسبات ديال الشعب المغربي سواء على مستوى الحقوقيه والاجتماعيه والثقافيه او على مستوى الحقوق المدنيه والواقع اللي تنعيشوا فيه اليوم، واقع ديال القهر، واقع الفقر، واقع الاستهلاك ديال الجوع، واقع ديال الترياب ديال الديور ديال الانتهاكات ديال الحق في السكن. الحركه الاجتماعيه محمد ابو النصر ونختموا، وهذا شهدنا وقفة احتجاجية ونمسح ماريشان كما كتشاهدوا مدينة الدار البيضاء الكبرى. مشاهدين جديدة بلاد تي في دائما معكم عرسان، تحية التضحية وكرامة ونكرم الذات.